في دولة فيتنام في مدينة هانوي هي العاصمة. هذا هو مسجد النور. المسجد هذا له أكثر من 129 عاما ولله الحمد. البناء يعني قديم قليلا، يكتب فيه أن البناء كان عام 1323 على ما كتبوا، لكن هو يقول إمام المسجد أنه بني قبل هذا تقريبا بأربع سنوات. عدد المصلين قليل جدا، الله المستعان. عدد المسلمين كم في فيتنام؟ في فيتنام كله؟ كل فيتنام. فيتنام كله أكثر من 100,000. أكثر من 100,000. نعم. وفيها 120 شخص فقط. وفي هانوي في العاصمة 120 شخص فقط. نعم. مسلم. مسلم. مع العوائل مع الأولاد. أيوة العاصمة كلها. طيب وعدد سكان فيتنام كم؟ 90 مليون. 90 مليون. نعم. وأنتم 100,000 فقط. نعم. يعني كم في المئة تقريبا؟ لم يصل 1%. الله المستعان، لم يصل إلى 1%. حسبنا الله ونعم الوكيل.